السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. حلقه اليوم نخصصها لمناقشه الاوضاع الميدانيه وايضا الانسانيه في جبهه الساحل الغربي. إذن بعد التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي، تشهد الجبهة توقفا شبه تام عن العمليات العسكرية. مراقبون يرجعون هذا التعثر إلى وجود خلاف حول استقدام طارق صالح إلى الجبهة وإقطاعه أحد المعسكرات، وهو ما يرفضه العديد من القيادات العسكرية. على الناحية الأخرى وتحديدا الجانب الإنساني، يكتظ المستشفى العام بالمخا بالعشرات من المصابين بحوادث الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة طيلة العام الماضي. ويواجه عدد من المصابين خيار العيش بأقدام مبتورة في وقت لا يزال فيه خطر الألغام ماثلا رغم الجهود التي تبذل للتخلص منها. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: أسباب توقف المعارك في الساحل الغربي خلال الآونة الأخيرة، وما الذي يجري تحضيره لهذه الجبهة، وكيف يمكن حماية المدنيين من خطر الألغام، والأوضاع الإنسانية المزرية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. ظل الحرب ما يزال ثقيلا في مدينة المخا. الانتشار العسكري وأخواء المدينة سمتان بارزتان بعد مرور أكثر من عام على دخول القوات الإماراتية وتموضعها في ثاني أهم ميناء يمني على ساحل البحر الأحمر. لا يزال العشرات من ضحايا الألغام يتوافدون على هذا المستشفى في المخا لتلقي العلاج والحصول على أطراف اصطناعية لتعويض ما فقدوه نتيجة حوادث الألغام التي لا تتوقف على امتداد مسرح العملية العسكرية فيما يعرف بالساحل الغربي. جزء هذا جزء جراحي يستقبل الجرحى من أفراد الجيش والمقاومة وحتى من الطرف الآخر من الحوثيين، نستقبلهم نقوم بالعمل اللازم كحالة إنسانية يعني. عاد هذا الشاب إلى مدينة المخا محمولا على آمال العيش في ظروف أفضل مما كانت عليه الحال إبان نزوحه وعائلته إلى منطقة في شرق المدينة، لكنه اليوم يواجه خيار العيش بإعاقة مستديمة بعد أن أتلفت الألغام قدمه وإحدى عينيه. اللي صار بعد ما دخلت المقاومة هنا قالوا المخام حرارة، رجعنا احنا كنا نازحين، رجعنا وحصلنا لغم بالرمة، منطقة اسمها الرمة شرق يختل، قال حبينا لغم وعيني ورجلي تعورت، عيني وفي رجلي. وهذه الفتاة الصغيرة التي ترتسم على محياها ملامح البراءة والطفولة واجهت أيضا مصيرا مشابها، فقد انفجر لغم أرضي فردي بها وبأخيها لتواجه مصير العيش بقدم مبتورة، ولكن بشجاعة تكفي لأن تخفف عنها المأساة التي خلفها هذا الحادث. أنا مشي وخي وبعدين دعست وقرح. التخلص من الألغام يحتاج جهدا أكبر من مجرد الاستعراضات التي تقوم بها قوات كهذه، فلدى الجيش الوطني خبرة أصيلة في التعامل مع الألغام ونزعها، كما يجري في معظم الجبهات التي خلفت فيها ميليشيا الحوثي حقولا كبيرة من الألغام. ضحايا الألغام الكثر في هذه المناطق وفي غيرها من مناطق اليمن تبقى أكثر عوارض الحرب والعنف سوءا، والتهديد الأخطر الذي لا يزال يحصد العشرات من المدنيين الأبرياء في وقت تبدو البلاد فيه بأمس الحاجة إلى تخليصها من هذا الخطر. إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من الحديدة الإعلامي عبد الوهاب شبيل، ومن القاهرة سينضم إلينا المحلل العسكري علي الذهب. أبدأ معك سيد عبد الوهاب، مرحبا بك. سيد عبد الوهاب هل تسمعني؟ نعم أهلا بك سيد عبد الوهاب. في البداية لو تحدثنا عن الجانب الإنساني في المناطق الذي تم تحريرها في الساحل الغربي. حياك الله في الكريم، حياك الله وحييك وحيي قناة بلقيس الفضائية. نشكركم على تسليط الضوء على هذه الاهتمامات والمواضيع. طبعا في حاليا الخوخة وحيس وما قبلها من المناطق المحررة، النازحين بالمئات
نزحت من مناطق الصراع إلى أماكن نقول شبه آمنة. يعني هناك من نزح إلى محافظات مجاورة، وهناك من نزح إلى مراكز الإيواء المنتشرة، وفي بعض المدارس التي ما زال يتواجد فيها نازحين في المقهى وكذلك في عدن. طبعا هؤلاء النازحين كلهم من أبناء المناطق الساحل الغربي. نعم، لكن سيد عبد الوهاب، يعني أنت ذكرت الخوخة وأيضا المخا، يعني هذه مناطق حررت منذ فترة طويلة، لماذا لا يعود النازحين حتى اللحظة وتستتب الأوضاع في هذه المنطقة؟ يعني ما الأسباب؟ طيب أخي الكريم، بالنسبة للمخا الآن محرر الحمد لله بالكامل. طبعا أهالي المخا متواجدين في منطقتهم، النازحين المتواجدين في المخا أقصد هم من أبناء مدينة الخوخة وأبناء مدينة حيف. طبعا نعم. معظمهم نازحين إلى المخا كون مناطق الهستيرية الذي تشنه ميليشيات الحوثي عليهم، فاضطروا إلى النزوح حتى تستتب الأوضاع أكثر. حيث نعم. ما زالت إلى الآن حيث ما زالت تستقبل إجرام ميليشيات الحوثي بالقصف الكواكش عن بعد وقصف الهاونات، فلذلك اضطر الأبناء وسكان هذه المناطق بالنزوح خوفا من تكالب القصف عليهم. طبعا نعم. أيوة أخي الكريم، طبعا وبالنسبة للحملات هناك لجان إغاثية ومؤسسات خيرية تعمل على توزيع المعونات، ولكن ليس بالشكل الكافي. طبعا مشكورا الهلال الأحمر الإماراتي أيضا يشكل لجان بالنزول الميدانية بقوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأيضا هناك مؤسسات خيرية أخرى تعمل الآن في دخول قوافل تلو الأخرى. مؤسسة الشوكاني الخيرية سيرت 7 قافلات خلال الأيام الماضية، والآن بصدد تيسير قافلات أخرى للنازحين في أماكن المناطق المتواجدين بعض أهلها كالخوخة وحيس وبعض المناطق مثل الرمة والموزع والوازعية. نعم أخي. نعم، طيب سأعود إليك سيد عبد الوهاب شبيل. أذهب لضيفي الآخر المحلل العسكري علي الذهب من القاهرة. سيد علي مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد علي. يعني نشهد مؤخرا حالة من التوقف في جبهة الساحل الغربي، برأيك ما هي الأسباب رغم أن الجبهة على ما يبدو يعني مدعومة بشكل كبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولفريق العمل والسادة المشاهدين. أهلا بك سيد. طبيعة المعركة في الساحل هي ذاتها التي بدأت عليها منذ أكثر من عام، فمع 2017 كانت القوات تتحرك ببطء شديد في منطقة ذباب ووصولا إلى المخدة. نعم. وأظن أن الوتيرة ما زالت تسري كما أو تجري كما يعني دابت عليها القوات في هذه المناطق. وإن كان هناك من أسباب، فالأسباب لا تنحصر في أمر أو أمرين أو سبب أو سببين، كما أنها لا تنحصر في المسألة العسكرية. هناك أيضا قضايا سياسية، هناك صفقات داخل القوات، يمكن أن أوجز بعض الأمور تتعلق مثلا بالمسألة العسكرية. تفضل. فبالجانب العسكري مثلا القوات المهاجمة يجب أن تكون 3 أضعاف القوة المدافعة. نعم. خاصة فيما بالوسائل والقوى، وإذا ما قسنا إمكانية الحوثيين في الظرف الحالي والقوة التي تقاتل أو تقدم باتجاه مناطق الجراحية قادمة من الخوخة أو من المخا يعني كنافو، تعد أعتقد أنها لا تزال تعاني ضعفا في القوات. و الآن يجري إعداد قوات جديدة بنظر الإمارات، وهذه القوة يجري تحشيدها من بعد أحداث ديسمبر في صنعاء. نعم. أتصور أن هناك ضعف في مناطق سيطرة القوات الموجودة التي توصف بالقوات الحكومية أو وهي القوة الشرعية مجازا، ما لازلت تعني اختراقات في الخطوط الخلفية، لأن هنالك قبل يومين شهدت مناطق حيث
هجوما التفاف او ضرب الخطوط الخلفيه من منطقه مقبنه، وبالتالي هناك ايضا اختلال في مناطق السيطره، ويجب على هذه القوات او قياده هذه القوات ان تؤمن الخطوط الخلفيه لها وتستتب الامن فيها لعوده النازحين ويعني استمرار الحياه الطبيعيه فيها. نعم. اضافه الى ذلك، اضافه الى العمل العسكري، اعتقد هناك عمل سياسي، هناك مبعوث اممي خطه جديده لاحلال السلام، هناك مواقف دوليه متباينه امريكيه او اوروبيه بشكل عام اذا الحسم في هذه المناطق لاعتبارات كثيره. لكن الموقف السياسي سيد علي، يعني لو تذكرنا منذ ما يقارب اكثر من سنه وهناك تحذيرات من التقدم باتجاه الحديده، لكننا يعني شهدنا هذا التقدم رغم هذه التحذيرات، تم تحرير المخا الخوخة وصولا الى حيس، من ثم يعني لو نلاحظ هناك قدوم لطارق صالح الى المنطقه وحدثت خلافات في هذا الجانب، يعني هل هذه الخلافات يعني أثرت أو كانت سبب في إيقاف المعارك مؤخرا؟ يعني نحن نلاحظ أنه رغم التحذيرات في الجانب السياسي لكن التقدم كان مستمر نوعا ما. بلا شك هناك تدخل في هذه المسائل أو تعارض في أهداف أو آليات أو أجندات كافة الأطراف أو القوى التي تقف خلف هذه الأطراف. لنعد إلى مسألة يعني دخول طارق صالح الذي تسلم كما يقال قبل يومين أو ثلاثة أيام قيادة المنطقة، قيادة القوات في المنطقة. نعم. في منطقة الساحل التي تخضع للنفوذ أو السيطرة الإماراتية. في مقابل ذلك عين الرئيس هادي قائد المنطقة الخامسة. نعم. وهي تشمل حديدة يعني قبل أسبوعين، وهذه يعني هناك تعارض في القرارات، تعارض في المصالح، تعارض في الإجندات، أثرت دون شك فيما يجري على الساحل وأخرت من إبطاء تقدمها. وأضيف أنه طبيعة المعركة في هذه المناطق، منطقة الساحلية، كانت عبارة عن قفزات يشبه إلى حد ما قفزات الكنغر، لكن نقول أن هناك عامل، هناك لعبة سياسية وهناك لعبة عسكرية، ومن يفرض نفسه على الواقع عسكريا سوف تكون المفاوضات على ما هو الوضع الراهن وليس على بأثر رجعي، ولذلك عامل السياسة والجانب العسكري يلعب دور في تحريك هذه الجبهة. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد علي، سأعود إليك. أذهب لضيفي الآخر عبد الوهاب شبيل الإعلامي من الحديدة. سيد يعني عبد الوهاب، لو تضعنا في صورة أبرز المعاناة في المناطق التي تم تحريرها، معاناة النازحين أقصد، ما هي أبرزها؟ طبعا أخي الكريم، هناك حالات مأساوية تعرض لها أغلب الأسر النازحة، وذلك بعدم أولا استطاعتهم هم عمل مزروعة في الطرق، فلذلك يضطروا على أنهم يجلسوا في أماكنهم، يعني هذه الأماكن التي يريدون الناس عبورها، لكن بعض الصعوبات ومشقات تواجههم يصلون إلى الأماكن المحررة، منهم من يذهب إلى أقارب لهم، ومنهم من يذهب إلى مخيمات النازحين المتواجدة، وهي التي أصلا لا تكفي، مخيمات بسيطة جدا. ونحن يعني مطالب من هنا المؤسسات الخيرية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والحكومة الشرعية بأن تنظر في حال النازحين، وأنت تشوف موضوع النازحين بإنشاء لواءات خاصة لهم من مخيمات لهم. أخي الكريم، وهناك لا نكر بأن هناك توزيع للحملات الإغاثية المستمرة، الحمد لله تغطية بعض الأسر المتواجدة في البقاء والخوخة وحيث تصلهم المواد الغذائية، ولكن ليس بالشكل الكافي يعني أخي الكريم. نعم، لكن سيد عبد الوهاب، يعني ما هي المشكلة الأبرز فيما يتعلق بمعاناة أو التي تحد من عودة النازحين إلى مناطقهم؟ يعني هل
يعني نفترض أنه توقف المعارك وأيضا عدم تحرير المناطق المحيطة بمناطقهم هي من الأسباب التي يعني تؤدي إلى تخوفهم وعدم العودة إلى مناطقهم، أم أن المناطق ما زالت يعني ممتلئة بالألغام وبهذا يتخوفون من العودة؟ يعني ما هي المشكلة الأساس؟ هل هي الألغام لم يتم تطهيرها بالكامل، أم التخوف من أن المناطق المحيطة ليست محررة وبالتالي سيتم قصفهم بأي لحظة؟ طبعا أخي كريم، بالنسبة للمناطق المحررة التي تحت سيطرة الجيش والمقاومتين التهامية والمقاومة الجنوبية هي محررة بالكامل ولله الحمد تحت السيطرة بالكامل، ولكن مثل ما أخبرتك سابقا عدم عودة الناس إلى مناطقهم هو سبب رئيسي من خوفهم من القصف الهستيري الذي تشن ميليشيات الحوثي عن بعد بالفواتيش والهاونات، فذلك جعل الرعب والخوف بين أهالي النازحين، فاضطروا بأنهم يستمرون في أماكن تواجدهم حتى تؤمن المناطق المحيطة بالمناطق المجاورة المحررة لها. طبعا هناك فرق هندسية تابعة للجيش الوطني وتابعة للمقاومة التهامية والمقاومة الجنوبي، فرق متخصصة لنزع الألغام من أجل فتح طريق أمام النازحين العالقين وتيسير خطوط سيرهم إلى أماكنهم أو إلى مناطقهم المحررة. طبعا نعم، إذن وضحت الصورة. الإعلامي عبد الوهاب شبيل، كنت معنا من الحديدة، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي المحلل العسكري علي الذهب. يعني سيد علي، إذا ما تحدثنا عن يعني شأن التخوف الدولي من معركة الحديدة، يعني هل يمكن أن يكون هذا السبب هو الأبرز، ويعني ما حجم هذا السبب إذا ما كان هو يعني بالضبط؟ أعتقد أنه أمر مبالغ فيه، وإن كان نتائجه فعلا كارثية، مبالغ من حيث الاهتمام، لأنه لا أرى أن ولا أكون يعني مجحفا إذا ما قارنت بما يجري في سوريا. الوضع الإنساني أصبح ذريعة مش جد لهذه القوى أنها تتبرع بالنتائج الكارثية لأي عمل عسكري، حكم عسكري خوفا على المدنيين. هذه الأمور تعتبر أو تعد في يعني أمور مكشوفة، المجتمع الدولي لا يولي هذه الأمور أو هذه المسائل اهتماما. هناك تجارب كثيرة في العراق، في سوريا، في كثير من الدول، ولا نستطيع أن نقول أن اليمن ليس البعيد عن هذه المسألة. الموضوع موضوع أجندات ومصالح، سواء كان للقوى الكبرى أو للقوى التي تمثل واجهة لهذه القوى، أقصد بها يعني نعم الخصوص دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. نعم، لكن يعني إذا ما تحدثنا أيضا على الموقف الدولي، لماذا كل هذا الإصرار والضغط على الحكومة الشرعية والتحالف في ما يتعلق بميناء الحديدة وفتح الميناء؟ بطبيعة الحال هناك كما أسلفت أنه هناك مصالح، وهذه الحرب لابد أن تستمر. من وجهة نظرهم لابد أن تكون هناك صفقة أسلحة، لابد أن تكون هناك تمرير أجندات خاصة. يعني المسألة بعيدة عن أي جانب إنساني هنا؟ دون شك هذه الجانب الإنساني كما أسلفت، إذا كان هناك من جانب إنساني فلننظر مثلا إلى ما يجري في سوريا من مجازر، ولم يعني يرتفع صوت حقيقي لمواجهة مثل هذه الإبادات التي نشاهدها من وقت لآخر. بالنسبة لليمن أعتقد أن الوضع مختلف جدا، قد يكون هناك نتائج فعلا تتعلق بالوضع الإنساني بالنسبة للسكان، حالة النزوح، لأنه لم يستطع التحالف إثبات وجوده في المناطق المعرّة ليعطي يعني ورقة احتجاجية حقيقية أمام هذه القوى. يقول لهذه القوى نحن ثبتنا الأمن في هذه المناطق، أعدنا النازحين، نظفنا المناطق من الألغام، من العبوات المتفجرة بقايا الحرب، أعطينا مفاتة آمنة
للتعيه الحوثيين من حيث تكون هذه المناطق بعيده المدى عنهم بحيث يعودوا الى هذه المناطق. امور كثيره في احتلالات من قبل التحالف لم يستطع ان يجد ما ليحتج بها امام القوى التي تقول له اوقف الحرب او تحل السلام المفاوضات مع الحرب. هو ايضا يعني سيد علي لو نلاحظ في الجانب الانساني يعني هناك معاناه كبيره لابناء هذه المناطق، والسبب يعني في توقف المعارك وايضا يعني كلفه كبيره في مساله الالغام والقصف الذي ياتيهم من المناطق المحيطه، يعني هل الا يدرك التحالف كل هذا؟ دون شك انه يدرك ذلك، ولكن لا يتخذ اجراءات سريعه لمثل لمواجهه مثل هذه الاشياء. انا اتصور انه يعني مدفعيه الحوثيين معروفه المدى ويمكن ازاحتهم الى مناطق بحيث انها تكون في يعني انديه او مدوات الاسلحه اسلحتهم لا تصل الى المناطق المحرره، ولكنهم يضعونهم على حدود هذه المناطق المحرره كما في منطقه الجراحين، وبالتالي فان مدفعيه الملكاتيوشا تصل الى 120 كيلو متر أو 80 كيلومتر إلى المناطق المحررة، وبالتالي لن يأمن هؤلاء من العودة إلى مناطقهم إلا أن يكون هناك مسافة آمنة بحيث المناطق المتقدمة باتجاه الحديدة. بالفعل، إذا أشكرك جزيلا المحلل العسكري سيد علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. أرحب بسيد محمد شري ركن التوجيه المعنوي في اللواء الأول تهامي، سينضم إلينا من الحديدة. سيد محمد مساء الخير. مرحبا بكم، مساء النور. أهلا بك سيد محمد، نبدأ معك بالحديث عن آخر المواقع التي وصلت إليها قوات الجيش الوطني، إلى أين وصلت بالضبط؟ الحمد لله الأوضاع تحت في مديرية حيث وكذلك مديرية الفوقة من الجهة الشمالية تحت سيطرة المقاومة السهامية وكذلك ألوية العمالقة الجنوبية. نعم. وكذلك في أطراف حيث الشرقية والشمالية وكذلك الغربية. نعم، لكن يعني هذه المعارك كما يتحدث الكثير والأنباء الواردة توقفت منذ أيام، يعني ما أسباب هذا التوقف؟ يعني خصوصا أن هناك يعني معاناة للنازحين بعدم القدرة على العودة إلى مناطقهم. نحن نمشي بخطط استراتيجية وكذلك تخطيط عسكري عالي، وذلك لتأمين المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية وكذلك قصف الميليشيات بقذائف الهاون والكاتيوشا والهاوزر على المناطق المحررة المحاذية لخطوط النار وخاصة القطابة في الفوقة وكذلك مدينة حي. نعم، يعني هل أخذ بالحسبان في مسألة الخطط أيضا يعني أوضاع الناس والقصف بين الفترة والأخرى للمناطق السكنية من الأماكن المجاورة؟ يعني لماذا تبقى بعض المناطق المحيطة بحيث تحت يعني سيطرة الحوثيين ويتم تهديد الناس بين لحظة وأخرى بالقصف واستهداف منازلهم؟ نحن ضمن خططنا هو المحافظة على أمن واستقرار المدن المحررة، وكذلك الحمد لله يوما بعد يوم وتحسن الوضع الأمني في المناطق المحررة وكذلك مثل ما حصل في حيث لا زالت تعاني من قذائف الحوثيين وكذلك الطوارئ، لكن ليست كما كانت سابقا، وذلك بسبب التوسع السيطرة للمقاومة الثانية والمقاومة الجنوبية. نعم، بالنسبة لمسألة الألغام يعني حيس والخوخة وبعض المناطق وبقية المناطق التي تم تحريرها، أن نستطيع القول أنها باتت يعني مطهرة بالكامل من الألغام، أم أن هناك ما زالت مناطق يعني هناك تخوف من وجود ألغام فيها؟ ما زالت توجد ألغام كثيرة وذلك لا تحصى ولا تعد، فنحن في المقاومة التهامية فريق ندع الألغام يقوم بشكل يومي وصباحا ونهارا
وكذلك بنزع الألغام في المناطق التي تم تحريرها في مديرية المقهى وكذلك مديرية القوقة وحيث، ولكن الغام التي جرعتها الميليشيات بالجملة وما زالت تحصد الأرواح من النساء والأطفال والشيوخ والشباب وما زالت وبشكل يومي انتهت حقوق أطفالنا وشبابنا وشيوخنا، وكما حصل في مدينة حلف يوم قبل يومين 7 مدنيين تم قتلهم بألغام الميليشيات الحوثية. نعم، إذن أشكرك جزيلا محمد شرير، ركن التوجيه المعنوي في اللواء الأول التهامي. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي الإعلامي عبد الوهاب شبيل كان معنا من الحديدة، والشكر أيضا للمحلل العسكري علي الذهب كان معنا من القاهرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.